النهاردة الجمعة، وخلونا كده الأول نروح لمجموعة من التقارير. هنشوف دلوقتي تقرير حول إضاءة الأهرامات وأبو الهول باللون الأحمر تزامنا مع اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها رقم 73 حول مكافحة مرض الدرن. أكدت الوزارة الحقيقة في بيان لها أن ذلك يأتي إيمانا منها بأهمية هذا الموضوع ووجوب طرحه على مائدة الحوار من أجل إيجاد حلول غير تقليدية لدحر الدرن عام 2030. نشاهد. السيدة وزيرة الصحة والسكان دكتورة هالة زايد ألقت كلمة مصر عن مكافحة الأمراض غير السارية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك نيابة عن السيد رئيس الجمهورية وعن مجموعة سبع دول المجموعة 77 زائد الصين. الحقيقة السيدة الوزيرة خلال كلماتها أوضحت مدى خطورة الأمراض غير السارية وأنه 70% من الوفيات في عام 2016 كان سببها الامراض غير السارية او الامراض غير المعدية، واوضحت انه يعني الحقيقة لازم خلال الفترة اللي جاية اولا يتوفر الدعم المالي لمكافحة الامراض غير المعدية، وده على مستوى العالمي مش بس على المستوى المحلي، لا لكل دول العالم، ولازم منظمات او ده لازم يكون بدعم الجمعيات او المنظمات العالميه زي جمعيه الامم المتحده وزي منظمه الصحه العالميه اللي الحقيقه بتشيل يمكن اكبر عبء في هذا الشان في دعم هذه الامراض. الحاجه الثانيه اتكلمت عن يعني ضروره تضافر كافه الجهود داخل الدوله، مش بس القطاع الصحي هو المسؤول عن مكافحة الأمراض غير المعدية، لا أيضا قطاعات الصناعة والزراعة والتربية والتعليم لهم دور في مكافحة هذه الأمراض. اتكلمت أيضا عن ضرورة دعم الدول اللي بتعاني من أزمات اقتصادية أو الدول اللي بتستضيف عدد كبير من اللاجئين أو الدول اللي عندها الأمراض دي منتشرة بصورة كبيرة، وضرورة الوقوف بجوار هذه الدول لحل هذه الأزمة على المستوى العالمي. طبعا اسباب مرض الدرن اسباب كثيره جدا، لكن اهمها نقل العدوى بالطريق المباشر، بمعنى ان لما بيكون عندي مريض مصاب بدرن رئوي ايجاب البصاء يعني في الميكروبات موجوده في البصاء بتاعه، فبتبتدي تخرج هذه الميكروبات مع الكحه بتاعت المريض. لما بيكح طبعا في وجه اي شخص سليم بيتم عدوى هذا الشخص بمرض الدرن. في طرق اخرى للعدوى منها طرق غير مباشره، بمعنى المريض ده اللي هو بيبصق على الأرض من ضمن العادات السيئة اللي موجودة طبعا ومنتشرة، البصق على الأرض ده لما بيكون البصاء فيه الميكروب فده معرض إنه يجف، الميكروب بينتشر في الجو عن طريق الكنس عن طريق الرياح، ممكن أي شخص يستنشق هذا الميكروب ويؤدي إلى صبته بعدوى الدرن. في طريقة أخرى طبعا وهي شرب اللبن الغير مغلي أو الغير مبستر اللي هو طبعا جاي من حيوان مصاب بالدرن. كل دي طبعا طرق للعدوى. عندنا الدرن ممكن ينقسم لحاجتين، عدوى بالمرض او المرض نفسه. يعني البني ادم لما بياخد عدوى الدرن بيبتدي الجهاز المناعي بيتعامل مع الميكروب. الجهاز المناعي بتاعنا الحمد لله قوي، نسبه قليله جدا حوالي من 5 الى 10% فقط اللي بيتطور عندها هذه العدوى الى مرض.